زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس. دونك نبداو حصتنا موضوع عن نادي الفريق وموضوع اوبوكو اللي لعب ظهر لي ديما فما قضايا جديده في البريود الاخيره في نادي الفريق وقضيه اوبوكو ذا قريبا تفرجت الجمعه هذه. كمال بن خليل ناطق رسمي سابق في الهيئه نتاع نادي الفريق كان نشر وثائق على صفحته على الفيسبوك واكد فيهم ليدات حاجه هكا تاكد انه الملف هذا كان في وقت الهيئه التسييريه. معنا بالتليفون كمال بن خليل ناخذ مع عنده مزيد من التفاصيل حول الموضوع بهذا. اهلا بك سي كمال. اهلا وسهلا مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين. باهي اول سؤال نحب نفهم شنو هما الوثائق بالضبط اللي هبطتهم؟ الوثائق هذوكم هما بدايه النزاع بين بوكو ونادي الافريقي وقت بعثه التنبيه طالب فيها بخلاص مستحقاته. حطيتها انا فقط لانار جماهير نادي الافريقي دون ان اسعى ما يطرف او معناتها ما كانش الغرض نتاعي خاطر نسمع فيك قلت انه فتره الهيئه التسييريه. انا الغرض نتاعي من نشر الوثائق هذوكم حبيت نبين انه الوضعيه نتاع بوكو هي وضعيه معقده كان ثم شويه وقت ونفسر هذا. اي مثال شيء تفضل. بوكو وقت جاب عقد وتعرف قبل الهيئه التسييريه هو جاء في وقت سليمان يحيى. بالضبط. وجاء بعقد ما كانش فيه بند تسريحي. من بعد عملوا له بند تسريحي. شكون اللي عمل؟ البند التسريحي لافنون تعمل في اخر فترات سليم الرياحي. لافنون حسب علمي تعمل في اخر فترات سليم الرياحي. دونك سليم الرياحي عمل. وكان فيه بند تسريحي ضعيف، معناتها كان فيه بند تسريحي ضعيف، اللاعب هذايا ما خلصش. كي ما خلصش لقى روحه عمل التنابيه هذوكم، التنابيه هذوكم بطبيعه فاتوا تعرف قانون الفيفا سيرتو كالمنشور نتاع جان في 2016 اللي نص على انه اذا يتعدى 30 يوم وما يخلصش اللاعب الفريق ما يخلصش 75% على الاقل من مستحقات اللاعب فانه يصبح حر بموجب القانون. في الفتره هذيك بوكو ولا حر، دونك ولا عنده بوكو ولا عنده دو فافور، ولات عنده الفافور الاولانيه انه ينجم يفعل الفسخ القانوني نتاع العقد بموجب لوائح الفيفا وينجم يفعل الشرط التسريحي نتاعو. دونك هذا هو اللي صار وخرج اللاعب وكان معناتها اعتقد انه الناس كل في النادي الافريقي كانت تعرف وكانت متاكده انه باش يجي نهار وباش يصدر الحكم اللي فايت بوكو على خاطر هذوك مستحقاته. معناتها شكون ما عملش كومون ديغاج معناتها سولد تو كونت. اعتقد صحيح العقد امضي جودي بيان العقد الذي انتقل بموجبه الى فريق الايطالي تم امضاؤه في فتره عبد السلام اليونسي اعتقد هذا قبل ما نجي انا. لكن الحاجه المهمه اللي لازم تعرفها لا هو العقد انتقل في فتره الهيئه التسييريه هو انتقل الاودينيزي الاودينيزي في فتره الهيئه التسييريه. اما الفلوس جات في وقت عبد السلام اليونسي هذا اللي نعرفه. داكور دونك امضاء العقد جاء في فتره الهيئه التسييريه. دونك الناس تقول لك شبيه ما عملولوش سولد دو تو كونت هذا هو معناتها ما كان حتى حد ينجم لا الهيئه التسييريه ولا عبد السلام اليونسي كانوا ينجموا يعملوا له سولد دو تو كونت. اللاعب كان في موضع قوه وكان ينجم يمشي وما يلتفتش للفريق ويمشي على روحه ويمشي وكهو معناتها. بس سؤال المغزى انك انت هبطت الورق شنو حبيت تقول معناها الوثائق هذوما اللي هبطتهم شنو حبيت تقول بالضبط؟ حبيت نقول انه رغم خلافي مع عبد السلام اليونسي توا والناس الكل تعرف اللي انا مختلف معاه في طريقه تسيره للفريق وفي برشا حاجات غلط فيهم الناس وما قالش فيهم الحقيقه وغلطني حتى انا كناطق رسمي ولا بقيه الاعضاء معاه الا انه الملف هذا انا احقاقا للحق من باب احقاق الحق حبيت نقول انه ملف تجاوزه معناتها ما نجمش وحبيت نناول الراي العام للنادي الافريقي. تجاوزه معناها شكون مسؤول تشوفه انت؟ انا ارى ان سليم الرياحي الفتره نتاعو باك الشرط التسريحي هذاك اللي عمله واللي هو ضعيف جدا خلى اللاعب في موضع قوه والهيئه التسييريه وقت اللي جات التنابيه شفتوهم جاء وقتها لكن الهيئه التسييريه باش تلقى روحها اونت لونكلومي لومارتو كيما نقولوا لانه في نهايه الامر يلزمها تخلصهم له معناتها حتى كان موقعش خلاص يلزمها تخلصهم له. انت حكيت على الهيئه التسييريه باهي معنا كذلك علي علولو ناطق رسمي بالسابق باسم الهيئه التسييريه. مرحبا بك سيدي علي. الو تسمع فيا سي علي ولا بي مش كيسمع فيا نحاول نعاودو نتصلو بيه. دونك حسب ما فهمت من كلامك انت الوثائق سي كمال نواصل معاك مثالش الوثائق هبطتهم في فترة الهيئة التسييرية هكا ولا معناتها ما اتهمتش الهيئة التسييرية ان هي سبب. خليني نكون كونسيكون وخلنا نعطيك حاجة تهمني انا شخصيا.
انا ريتو للملف نتاع كوكو وهذا يمكن سكوب نقوله لك اللي كنت الملف نتاع كوكو باش يكون فاتحه لمجموعه نتاع 14 ولا 15 ملف باش نهبطهم على صفحتي. انا خذيت قرار انه كل جمعه 10 ايام باش نهبط ملف بالوثائق نتاعو وقتاش تعمل باش الناس كل تعرف الحقيقه اللي غران طون باش نبعدوا على الغموض ونبعدوا على اللف والدوران باش نحط انا الوثائق وقتاش بدات الشكايات وقتاش تحكم حتى الاحكام باش ننشرهم. خلي نادي الفريق جماهير نادي الفريق تعرف دونك انا هبطتهم فقط ليس دفاعا على عبد السلام اليونسي لانه ونقولها بصراحه لا يستحق الدفاع لانه اخطا واجرم في حق النادي الافريقي هذا نقوله على مسؤوليتي الخاصه اما ما حطيته لبيان الحقيقه لا معناتها مالغري اللي انا نختلف معاه نعاود نقولها نقول انه الى تي بري بار لي شوز وانه ما ينجم يعمل حتى شيء في الملف هذا هبطوا في فتره تسييريه زاد نقول لك انه الهيئه التسييريه ابريتو هذا حق اللاعب وانا قلت انه يلزم يخلص وكنت قلتها وقت انا ايش نقول لك تسمع فيا ساعه ولا اي نسمع فيك اي انا نتفق مع سي علي علولو في نقطه وهو انه اللاعب كان في موضع قوه كان في موقف قوة وقلت لك قبليك حتى قبل ما يتدخل سي علي انه ما نعرفش معناتها مانيش متاكد معلومه ما نعطيهاش وقتاش وقع الامضاء اسكو في اخر فتره الهيئه التسييريه ولا في اول فتره سليم عبد السلام اليونسي وسي علي اكد لي هي في فتره عبد السلام. انا قلت بصرف النظر على وقتاش الفتره اللاعب كان في موقع قوه لانه ما عنده فلوسه اللي يلزم يخلص فيها بصرف النظر على الشهرين خاطر الفيفا تحسب شنو عنده وشنو ما عندوش بدليل انه هو راهو طلب اكثر من 112 الف دولار هو راهو الطلبات نتاعو في على الشكوى نتاعو لرفعها يوصل حتى 250 الف دولار طالب فهمت دونك الفيفا تعطات كان 112 الف دولار لانها حسبت البريود اللي يستحقها فعليا من اجور وبريمات هذا واحد دونك انا نتفق مع لي في انه اللاعب كان في موضع قوه على زوز مستويات المستوى الاول هو انه الى انجاجي لا بروسيدور دونك ولا ليبر على خاطر ما خلصش في مستحقاته والمستوى الثاني انه كان ينجم سامحوني في العباره يطفي الفريق ويمشي يعمل كونترا بك الكلوز ليبراتوار اللي نختلف فيه مع سي علي ونحب نوضحه الوثائق اللي انا نشرتهم معناتها ما قلتش انا راهو ذاك الحكم اما هذوكم الوثائق اللي اكدوا بدايه النزاع وبدايه التشكي نتاع بوكو فقط لا غير انا وريت للناس والنقابه نتاعهم هي نقابه معترف بها هي النقابه في الفيفا وسي با لو برومي كا معناتها كان ترجع انت للخليج ولا ترجع للجزائر ولا كذا تلقى بوكو دو كا اللي النقابه نتاعهم اترافير اموندا سبيسيال تمشي تشكي وبدليل انه معناتها الوكيل نتاعو مشى اترافير النقابه هذه وبدات النزاعات ووصلت حتى للفيفا وتحكم هذا ماهوش مهم جدا في النزاع المهم انه اللاعب انا نحب ناكد باش الناس جماهير تفهم حاجه انه الملاعب اذا باش يخلص في المونطون ذاك على خاطر لا اعتقد صراحه انه الاستئناف سيؤدي الى ما ينقص المبلغ فوالا هذا حاب نقول